إنها العاصمة العالمية للحرير، هذا ما كان معروفا عن مدينة ليون الفرنسية من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، كما أنها أقدم أثر من المملكة الرومانية بعد روما نفسها، وأعلنت اليونسكو مدينتها القديمة موقعا تراثيا عالميا. تعود أصول المدينة إلى العام 43 قبل الميلاد، حين تأسست كمستعمرة رومانية قامت على أنقاض حصن، لتتطور سريعا وتصبح المركز التجاري والثقافي والحكومي لبلاد الغال فرنسا القديمة. يعتبر متحف الحرير في ليون أهم متحف من نوعه في العالم، حيث أننا نحافظ على 2,500,000 نوع من الأنسجة من عصور ما قبل التاريخ، أي منذ 2500 سنة قبل الميلاد وحتى اليوم. طبعا لدينا الكثير من النماذج العائدة لمدينة ليون ذاتها، لكن لدينا أيضا نماذج من العالم الإسلامي كإيران، شبه الجزيرة العربية، سوريا، مصر، إسبانيا ومن بقية أنحاء العالم. لأننا تميزنا بإنتاج الحرير كان يفترض تلوين الأقمشة، ولذلك ولدت المصابغ ومنها انبثقت الكيمياء، ومن الكيمياء ولدت الصيدلة، حتى وصلنا اليوم إلى ما يسمى بايوتكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية، وهو تاريخ قديم جدا أوجد الصناعة الحديثة للمدينة، حيث أن القطاعات الرئيسية للنشاطات الاقتصادية في ليون ترتكز على الكيمياء التي تحولت مؤخرا إلى الكيمياء البيئية، والصيدلة التي تنفتح اليوم على التكنولوجيا الحيوية. وتعد ليون المدينة الأولى في فرنسا من حيث جذبها للمستثمرين الصينيين، حيث يوجد أكثر من 3,000 موظف صيني. ومؤخرا زار الرئيس الصيني ليون قبل ذهابه إلى العاصمة باريس، في دلالة قوية على العلاقة الخاصة التي تجمع الصين بمدينة الحرير، كما يتقدم كل عام أكثر من 5,000 طالب صيني للدراسة في جامعات المدينة. لمدينة ليون خصوصيتها وفرادتها ليس فقط على مجال المناظر الطبيعية والجمال العمراني، هناك الكثير أيضا من الأساليب تبتكرها هذه المدينة لجذب أعداد متزايدة من السياح. لا ننسى أن هذه المدينة كان لها تاريخ عريق في طريق الحرير وفي صناعة هذه السلع التي انتشرت حول العالم. هذا ويسيطر قطاعان رئيسيان على خارطة الأعمال في ليون ويستقطبان الكثير من الاستثمارات والتمويل، هما القطاع الصحي أي علوم الحياة والتقانة الحيوية، والقطاع الثاني هو التكنولوجيا النظيفة. كما تحوي مدينة ليون عددا كبيرا من شركات الغز والنسيج والصباغة، وتشتهر بصناعات عديدة أخرى مثل الصناعات الكيماوية والكهربائية والمنتجات الزراعية، وفيها المقر الرئيسي للإنتربول أي الشرطة الدولية. وفي جامعات ليون يدرس أكثر من 170,000 طالب، 15,000 منهم من الأجانب، كما أن المدينة تطور العديد من المشاريع العمرانية التي تجمع بين الفن ومراعاة البيئة. ليون-بيوبول is born in 2005. تأسس تجمع الصناعات الحيوية في ليون عام 2005، وهو عبارة عن منظمة غير ربحية مقرها مدينة ليون، تعمل مع شركات التقنيات الحية والمنظمة أسستها الدولة الفرنسية، وتحديدا إقليم الألب وضواحيه، إضافة إلى 4 جهات صناعية مؤسسة هي سانوفي باستور وباكتن ديكنسون وبايو ماريو وميريال. ومن مميزات ليون التي تجعل منها موقعا سياحيا من الطراز الأول الطبيعة الرائعة التي تحيط بها من تلال عالية وسهول واسعة وشاسعة والنهرين المحيطين بها، كما توجد فيها مراكز ومؤسسات ثقافية ذات سمعة عالمية مثل أوبرا ليون ومعهد الضوء و27 متحفا أبرزها متحف الفنون الجميلة، وهو نموذج مصغر لمتحف اللوفر.